في بيان هام لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أمس، وزيرة التضامن توضح موعد صرف العلاوات الخمسة للمعاشات وكيفية صرف الأثر الرجعي لمدة 5 سنوات. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الخبر الأول في هذه النشرة بعنوان التضامن توضح موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. إليكم التفاصيل. أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن العلاوات الخمسة الخاصة بأصحاب المعاشات سوف يتم صرفها أول يوليو المقبل. وقالت نيفين القباج في تصريحات لقناة الحدث اليوم: العلاوات الخمسة سوف يتم صرفها أول يوليو، ولكن 14% سوف يتم صرفها تدريجيا. وتطرقت القباج عن إمكانية إعادة فتح الحضانات الخاصة بالأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة إن هناك حضانات كثيرة مرخصة وتتبع الإجراءات الاحترازية. وأكملت حديثها قائلا: لكن من الصعب فتح تلك الحضانات في الوقت الحالي، ولكن تم الاتفاق على فتح الحضانات المتخصصة مثل حضانات مرضى التوحد وأصحاب القدرات الخاصة. كما تابعت إن هناك 1300 مؤسسة رعاية تابعة للوزارة وتتواصل معها كافة للتأكد من توفير أسباب الرعاية والحماية. كما أوضحت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تسعى للتغطية التأمينية في قطاعات جامعة القمامة والصيادين وعاملي المخابز والعمالة الغير منتظمة وغيرها لتحسين مستوى المعيشة في حالات المرض والبطالة. كما أضافت في المداخلة الهاتفية مع الإعلامي أنها تسعى لهيكلة إصلاح جديد لضم 10 مليون مواطن لتشمله من مظلة التأمينية. وأوضحت: يجب تبسيط اللغة التأمينية لكي يعرفها المواطن، وسيتم عقد لقاءات توضيحية للرد على كافة التساؤلات التي يبحث عنها المواطن في النظام التأميني، وهو ما يصب في مصلحة المواطن والدولة، خاصة إن هناك بعض نصوص مواد قانون التأمينات التي بها إجحاف. وتابعت إنه سيتم صرف جزء من العلاوات المجمدة في يوليو 2020 لمن لهم أكثر من 3 علاوات، موضحا إن هناك دراسة لزيادة نفقة المطلقات والأولى بالرعاية. الخبر الثاني في هذه النشرة وهو بعنوان عاجل، أول رد من نجل جمال عبد الناصر على نجيب ساويرس بعد هجومه على نظام حكم والده. إليكم التفاصيل. رد عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس والتي هاجم فيها والده بشكل متكرر. وقال عبد الحكيم في تصريحات لجريدة الوطن: يا عظمتك يا عبد الناصر، 50 عام على وفاتك وأعدائك لسه مرعوبين ومغلولين منك، ولسه كفك معلم على أفاهم. وتابع: حقيقي أنت عظيم، وحقيقي أنك الغائب الحاضر. أما هذا المدعو نجيب فموت بغيظك، سيظل عبد الناصر حبيب الملايين، ملايين القلوب. أما ملايين الدولارات اللي فاكر إنها حمياك، فهي وكلامك التافه في زبالة التاريخ. تكرر هجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في أكثر من مناسبة أو ذكرى تاريخية، ما دفع نجل الرئيس الراحل للرد عليه. مصدر الخبر الوطن. الخبر اللي معانا بعد كده وهو بعنوان
ننشر لكم أسعار الدولار الأمريكية بالبنوك يوم الحد 14/6/2020. شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في تعاملات اليوم الحد 14/6/2020، وفي الوقت الذي شهد فيه سعر الصرف هبوطا الأسبوع الماضي بعد ارتفاعات منذ بداية الشهر الجاري. أسعار الدولار يوم الحد 14/6، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16 جنيه و15 قرش للشراء، بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16 جنيه و14 قرش للشراء مقابل 16 جنيه و24 قرش للبيع. كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 16 جنيه و15 قرش للشراء مقابل 16.25 للبيع. كما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 16.17 للشراء و16.27 للبيع. كما سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16 جنيه و17 قرش للشراء مقابل 16 جنيه و27 قرش للبيع. كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 16 جنيه و17 قرش للشراء مقابل 16 جنيه و27 قرش للبيع. بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16 جنيه و17 قرش للشراء مقابل 16 جنيه و27 قرش للبيع. كما سجل سعر الدولار في بنك عودة 16 جنيه و17 قرش للشراء مقابل 16 جنيه و27 قرش للبيع. مصدر الخبر جريدة الفجر. القصة الكاملة لهجوم كلاب على شاب بالغردقة. تفاصيل الخبر: شهدت مدينة الغردقة واقعة مؤسفة، حيث تعرض شاب في العقد الثالث من عمره للهجوم من عدد كبير من الكلاب المتوحشة، وذلك عقب خروجه من منزله، مما تسبب في إصابات بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة رقم 6173. أكد محمد سليم محمد ضحية الكلاب في الغردقة منطقة عربية أنه خرج اليوم 9:00 صباحا من بيته في منطقة عربية، وهناك سيدة أجنبية عجوز مشهورة في المنطقة دائما تسير ومعها أكثر من 13 أو 14 كلب على الأقل. وكشف سليم أن أهل المنطقة يخشونها، كما شاهدوها تسير كلما شاهدوها تسير في شارع يتوجهون لشارع آخر، لأن الكلاب التي تمتلكها تثير رعب أي شخص يمر بجوارها. وأضاف: فوجئت إن هذا الكلاب تهجمت علي، وكانت لا تقل عن 10 كلاب، وكان مشهد الهجوم أمام أعين السيدة الألمانية التي لم تحرك ساكنا، وكلابها السعرانة تقطع في هدومي وجسمي، ولما بديت أدافع عن نفسي واستخدام الطوب، ورجلا كبير كان هناك بالصدفة أمسك بخشبة وبدأ يضرب معي، ساعتها الكلاب بعدت شوية والست الألمانية ندهت على الكلاب وبدأت تشتم بصوت عالي علشان زعلانة على كلابها. وأضاف سليم: اتصلت بالشرطة 4 مرات ومشكورين ردوا علي في 4 مرات وقالوا لي هنبعت لك ضابط أو عربية وردية قريبة، بس محدش جه. المهم رحت المستشفى العام والدكتور كان مستغرب من المنظر، كأني خارج من حرب كدمات وعض في مختلف أنحاء جسمي، وهفضل أخذ حقن لغاية يوم 17. وبعد كده طلعت من القسم عملت محضر في 2 ساعة، وبعد كده قال لي لازم ترجع المستشفى تعمل تقرير طبي، ورجعت على المستشفى تاني، وبعد كده رجعت الجسم تاني وادوني رقم المحضر 61-73. كما أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ظهر يوم السبت
قرار بحظر سير كلاب الحراسة المرخصة وغير المرخصة في شوارع ومدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه. كما أشار المحافظ إلى أن الهدف من القرار حماية أبناء المحافظة من عمليات الترويع التي يتعرضون لها بسبب ترك أصحاب الكلاب هذه الحيوانات سيرا في الشوارع دون الإمساك بها، وذلك بعد تعدد حالات عقر المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سبب حالة ذعر للمواطنين بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة.